طيب بصراحة لو المدير الفني قرر الاعتماد على الحارس البديل ليك لمدة موسم كامل، هتوافق ولا لأ؟ موسم كامل، موسم كامل بدون أسباب بالنسبة لك منطقية، يعني انت عامل اللي عليك تمام وبتنزل تتمرن تمام وماشي بسيستم تمام وبرضو مدة موسم مش هتلعب. لو انا شايف ان القرار اللي متاخد ده، انا طبعا هقعد طول السنه ما عنديش مشكله، لان دي هتبقى رؤيه المدير الفني وده قراره في الاول في الاخر، لكن في اخر السنه طبعا هيبقى في كلام. ما مش بس هتستحمل سنه؟ يعني هستحمل طبعا. ما هو هستحمل ايه؟ صبور قوي يا كابتن. انا صبور جدا، انا صبرت في النادي هنا كتير قوي علشان ابقى الحارس رقم واحد كتير، ودايما حارس المرمى بيبقى بالنسبه له حته الصبر دي لازم تبقى موجوده. لو مش موجوده بالظبط، وبعدين مركز حساس التغيير فيه بيبقى صعب جدا، فغصب عنك لازم تتعلمي الصبر. انا ممكن اصبر طبعا، لان في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك ده قرار مدير فني ولازم يحترم ايا كان هو ايه، لكن في اخر السنه طبعا هيبقى في كلام. ايه الاسباب؟ لو اسباب مقنعه تمام، لو مش مقنعه بالنسبه لي هطلب طبعا ان انا ما بقاش موجود، لان انا مش هقبل ان انا ابقى قاعد سنه كامله ما بلعبش. لا خلينا في المهم، انت قبلت موسم كامل انك قبلت يعني تمام، يعني انا بالنسبه لي تمام جدا. هعمل ايه؟ ما انا مش بتاع مشاكل ولا ده خالص بتاع كده. يعني ولا ومقتنع بحاجه ان اللعب في الاول وفي الاخر ده رزق من عند ربنا، بس في نفس الوقت انا بسعى عشان اخد رزقي، بس لما احس ان انا بتعب وبشتغل وما باخدش حقي هسكت وهلتزم برضو الصمت لحد ما الموسم يخلص او تيجي فرصه الواحد يقدر يتكلم فيها ويقدر يعني يسال ايه اسباب عدم المشاركه، وساعتها هيبقى القرار برضو في الاول وفي الاخر بكل احترام ما فيش مشكله. رؤيه المدير الفني ان الحارس هو التاني اللي يكمل وانا في اخر السنه مش هبقى موجود. طب خلال الموسم ده هتعمل ازاي مع الموسم ده؟ هتتمرن وتعمل عليك ولا هيقل حماسك؟ لا طبعا هتمرن وهعمل اللي عليا. زي ما قلت لك انا بلعب، وارد جدا الفتره الجايه ممكن ما العبش، ده رزقي ان ربنا مش كاتب لي رزق الفتره دي، بس في نفس الوقت هتعب وهشتغل وهجتهد وهبذل وهعمل اسباب النجاح كلها، وفي الاخر ليها نصيب هلعب، ماليش نصيب مش هلعب، وفي اخر السنه بيبقى لينا كلام تاني. يعني انا مش من نوعيه اللعيبه اللي هي ممكن تعمل مشكله او في نص الموسم علشان تلعب. ما هو انا ممكن اعمل مشكله في نص الموسم والعب وابقى وحش، ما عشان كده انا بقول لك ان ده رزق وتوقيت ربنا كاتبه، فانا مش هعترض عليه طالما انا بجتهد وحاسس اني مش مقصر وبتمرن كويس وبدوس على نفسي وبعمل اسباب نجاح وبعمل اسباب ان انا ابقى موجود في الملعب، ومش موجود يبقى ربنا اللي كاتب ان انا مبقاش موجود دلوقتي، فخلاص هتقبل يعني. بصراحه حد كتب لك قبل كده كومنت على السوشيال ميديا ومسحته من غير البلوك؟ مسحته كتير كتير كتير. كان ايه نوعيات الكومنتات؟ غلط بقى وكده؟ طبعا شتيمه بقى وكلام ملوش لازمه، فبريح دماغي وبمسح. لو قرر بقى بلوك. يعني لو قرر الكومنت تاني يبقى بلوك على طول. انا حفظتك على فكره، انا هجيبك. اديتك فرصه انت خلاص، اديتك فرصه وانت ما تستاهلش بقى. بصراحه لو هتختار حاجه تغيرها في شخصيتك هتكون ايه الحاجه؟ خلاص هنطلع بقى من دور المثاليه ده شويه يا كابتن، وهنختار حاجه هنغيرها. اوقات لو انا متعصب ما بعرفش اسيطر على نفسي، يعني ممكن انا ممكن ابقى هادي جدا. ولا ممكن ابقى مش تلويش، ممكن ابقى هادي جدا، بس وقت ما هتعصب الموضوع بالنسبه لي مبقاش فيه مخ بقى، فدي بالنسبه لي ببقى عايز اتحكم فيها اكتر. مفيش مخ اصلا؟ لان انا ببقى بتعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه حاجه مثلا عملتها كارثه؟ لا مش كارثه، حسيت وقتها انه ايه ده، اضرب في الحيطه. ايه ده لا والله، يعني لان انا بتكسر بقى حياتي بالظبط. انا مش من النوع اللي بيتعصب على طول، بس مره واثنين وثلاثه ممكن اتعصب اعدي. اجي اتعصب بقى ما اعرفش، بحس ان الدنيا خلاص في وشي ضلمت خالص، فابعدوا اي حاجه عن وشي. مش شايفكم. بحاول على قد ما اقدر، دي بالنسبه لي حاجه بتضايقني جدا. يعني ما هو انا ممكن اتعصب بس بيبقى في كنترول على نفسك، بس ما بقدرش بقى، بحس ان الموضوع بالنسبه لي يعني خلاص انا اتعصبت. ده الكلام ده مؤخرا ولا انت بقالك يعني من زمان وانت كده؟ يمكن يبقى بسبب الضغط مثلا. ممكن
اه يا كنت لسه هقولك الضغط لما مره ولا مره ورا مره بتحس ان انت يعني غصب عنك ايه من اللود بتبقى عايز تنفجري فغصب عنك. فممكن طبعا في الاول زمان ما كانش بيبقى كده، بس مع ضغوط طبعا الحياه والماتشات والكلام ده ممكن يبقى هو ده السبب طبعا. بصراحه امتى اخر مره عيطت؟ اخر مره عيطت يوم ما والدتي توفت الله يرحمها. الله يرحمها، يعني هي دي اخر مره انا عيطت فيها طبعا. فمن 5 سنين. 5 سنين بقالك 5 سنين ما عيطتش؟ لا يعني ما عيطتش لا. افتكر كده يعني عيطت مثلا في السوبر، يعني بقى فرحه ماتش السوبر وبتاع عيطت، ده دموع فرح، لكن عيطت زعل وحزن كان يوم وفاة والدتي يعني. الله يرحمها. طيب بصراحه لو